صباح الخير، صباح يوم جديد مليء بالصحة والسرور والسعادة والنور، صباح الصحة والجمال. وتحية خاصة وطيبة من داخل قلب مدينة الإنتاج الإعلامي، من قلب استوديو قناة الصحة والجمال، ولقاء جديد وحلقة جديدة مع برنامجنا وبرنامجكم طموح شباب. طموح شباب يعني الأمل، يعني التفاؤل، يعني الإمكانية، يعني الطاقة الشبابية العظيمة اللي بنستغلها في مجتمعنا العظيم. طموح شباب يعني الأمل والمستقبل، طموح شباب يعني العمل. النهاردة في حلقتنا إن شاء الله حلقة مميزة جدا، معانا موهبة عظيمة، وزي ما وعدناكم إننا هنقدم لكم مواهب جميلة وشباب عندها طموح وعندها أهداف وعندها أفكار وعندها إبداع وعندها إبداع عظيم. إن شاء الله بإذن الله النهاردة معانا في حلقتنا موهبة عظيمة، ومعانا كاتب وشاعر الأستاذ فريد شوقي طعيمة. وخلينا نرحب بضيفنا، أهلا بيك يا أستاذ فريد. أهلا بك أستاذ محمد، وأهلا بالقناة كلها. يعني نورتنا في الحلقة، وإن شاء الله تقدم محتوى كويس للسادة المشاهدين، وتكلمنا عن مجالك وطموحك وكفاحك في المجتمع. أستاذ فريد، قول لنا أنت بدأت مشوارك الفني بدأته إزاي؟ بص، هو يعني الكتابة دي موهبة من الله عز وجل. يعني في الأول والآخر الكتابة دي هي إلهام بيجي لك في وقت من الأوقات أنت بتعرف. ويمكن يعني قبل ما أبدأ أي كلام ممكن أقول لك كلمتين بس. يعني أكتر وقت الواحد بيحزن عليه مر في حياته بعيد عن إن هو كان مثلا بيعبد ربنا، إن هو يعني الكتابة، إن أنا ما بستغلش وقت في الكتابة. يعني الكتابه دي اصلا هي روح، يعني روح بتديك. وانا بدات الموضوع معايا من سن 12 سنه اصلا، وكنت كتبت حاجات كتير خالص في السن ده. ومن وقتها والواحد بيحاول يكتب، يمكن في حاجات كتير جدا واحد بيأسف ان هي ما طلعتش للنور، لكن الحمد لله برضو لسه ما زال الكتابات كلها موجوده عندي. وممكن الورق اللي انا كاتبه ده بحتفظ بيه اغلى من اي حاجه عندي. طبعا كل طبعا ده كنز عظيم جدا ليك في مجالك الفني. تمام. يعني ففي الاول يعني ده توفيق من ربنا عز وجل والهام من الله عز وجل. يعني والحمد لله عندي كتابات كتير، يعني ممكن يعني اقدم لك منها حاجات كتير. يعني باذن الله احنا طبعا حابين نسمع، وكمان حابين نسمع الساده المشاهدين. فريد شوقي طعيمه ما شاء الله موهبه عظيمه جدا، عنده اداء جميل جدا وكاريزما جميله في كتابه الشعر ومجال الشعر. وان شاء الله النهارده في حلقتنا هيسمعنا كلمات كويسه من كلماته وكتابته الفنيه. استاذ فريد، قول لنا بس قبل ما ندخل في موضوع الشعر، مين اكتر حد دعمك ووقف جنبك؟ والله بص، اكيد طبعا الواحد لا ينكر يعني فضل في ناس كتير جدا جدا في حياتك بتقابلك وتساعدك وتديك نصايح وتديك اهمات. طبعا مش في الاول، يعني ابي وامي اكيد دولت اكتر حد مثلا. يعني دايما ده الاب والام في كل وقت وفي كل حين هم بيكونوا سند الابن يعني دايما، وهم اللي دايما بيحبوه انه يكونوا افضل منهم. يعني ما حدش في الكون كله بيحب حد يكون افضل منه الا الاب والام، بيحبوا يكون ابنهم افضل منهم. وفعلا الاب والام هم اكتر ناس بيدعموا ابنهم ان هم يكونوا ابنائهم تكون في تقدم، وكمان دايما بيروا ليهم مستقبل كويس، وبيدفعوهم ان هم يقفوا على رجليهم وان هم يشجعوهم. طبعا وتحيه خاصه طيبه جدا لابائنا وامهاتنا، ليهم كل التحيه والشكر لانهم بيتعبوا وبيجتهدوا علشان احنا نوصل لمرحله كويسه جدا، وتحيه مستقبل عظيم. وان شاء الله يا رب نتمنى لهم كل السعاده والتوفيق في حياتنا، ونتمتع دايما بوجودهم في حياتنا. ده يمكن رقم واحد طبعا. بعد كده اكيد يعني في ناس كتير جدا اتقابلنا معاها وساعدتنا. الواحد ما ينكر فضل اصدقائه اللي دايما بيدعموه، حتى لو الموضوع تدعيم ده او معنى ان انا واقف جنبك مش شرط الماديات على فكره نهائيا. بالعكس، يمكن الفلوس او الماديات دي اخر حاجه ممكن تدعم بها حد، لكن الدعم النفسي والدعم اللي انت مثلا لما تكون في ازمه تلاقي حد يقف جنبك، لما تكون مثلا في فرح او في سرور او في سعاده بتلاقي اصدقائك. فاصدقائك دولت برضو يعني الواحد لا ينكر فضلهم. يمكن مش هذكرهم لك اسماء، لكن هم اكيد هم يعني عارفين، هم اكتر ناس برضو وقفوا جنبي وساعدوني، ودايما لو كنت في ازمه او في مشكله بيكونوا هم يعني اكتر حد جنبي. انا يمكن وحيد، ماليش اخوات يعني من الاولاد، لكن عندي اخواتي البنات، ودول دولت من الناس اللي دعموني في حياتي ومن الناس اللي الواحد بيعزهم كتير جدا. لكن عندي 6 اصدقاء هم 6 اخواتي يعني، وساعدوني كتير ودعموني. ده على مستوى الاصدقاء. طبعا في حد لا انكر فضله يعني رحمه الله عليه، الدكتور ابراهيم الفقي. ما اقدرش انكر فضله تماما. الراجل ده
للأمانة، وفي ناس كتير جدا غيره يعني قرأت لهم وسمعت لهم، لكن الدكتور إبراهيم بأمانة من الحاجات اللي قرأته اللي أنا قرأت له يعني وكتبه كلها غيرت في حياة الواحد خالص، حببتني في علم التنمية البشرية، وحببتني في إن أنا بالفعل أجتهد وأكون إنسان، إن أنا يعني أكتب اسمي لو في وسط الصخر يعني. فده جميل من جدا. الحاجات اللي يعني لأن ربنا رحمة الله عليه، والإنسان لا يستطيع أن ينكر فضل كل واحد اتعلم منه طبعا كلمة في يوم ربنا يعني. قالها في القرآن ولا تنسوا الفضل بينكم، ولأن كمان الدكتور إبراهيم في ما شاء الله علامة عظيمة جدا في علم أكيد وعلم النفس أكيد والتنمية البشرية، أكيد ترك أثر عظيم جدا في العلم إن هو يعلم بعلمه. طبعا ربنا ألهم ليه من علم عظيم جدا وهو علم العلم النفس والتنمية البشرية، اللي بيعلم الشباب وبيعلم المجتمع إن إزاي يتأهل وإزاي يقود نفسه قيادة كويسة صحيحة. يمكن اقطع حضرتك، ان انا ما قابلتش الدكتور ابراهيم الفقي، ما قابلتوش ولا مره ولا يعني شفته، لكن طبعا كنت بتابعه يمكن من سن 12 سنه 13 سنه وانا بقرا له يعني. فكنت لما توفى طبعا يوم وفاته بالظبط كنت عرفت بالحادثه، لكن من اكتر حاجات حزنت عليها في وفاته رحمه الله عليه وفاته، لكن حزنت انا ما قابلتهوش شخصيا، ويعني ايه غير قراءاته انا كنت اتعلم منه شخصيا يعني. جميل فدي برضو يعني ده ربنا يرحمه، لكن لا ننكر الفضل ان ده اتعلمت منه كتير. وطبعا في ناس كتير جدا جدا، بس احنا بنذكر على خاص يعني ايه الناس اللي هي يعني طبعا، ساعدتنا. شكر خاص وتحية خاصة وطيبة لأصدقائك واللي وقفوا جنبك وسندوك ودعموك. أستاذ فريد، احنا حابين طبعا نسمع كريزما الكلمات الجميلة اللي انت كاتبها. هو انا لو يعني عندي كتابات كتير، بس لو انا هبدأ بجد هبدأ يعني ايه في حاجة حقيقية اللي هو حب بلدي، لأن أنا بأمانة حب يعني أنا البلد مصر أكتر اسم أنا بحبه يعني، بعد اسم يعني الأنبياء وبعد اسم الله عز وجل يعني ده يعني أنكره، لكن أكتر اسم مخلوق أو أكتر اسم في الوجود بجد أنا بحبه هو اسم مصر، فبعشقها يعني. ده عشق اللي هو يعني مثلا مهما كانت قوية أو ضعيفة أو، لكن أنا بحبها كمصر، ودايما بحبها إن هي تكون بلد جميلة. فطبعا هو الكلمات اللي انا هقولها لحضرتك يعني هي كلمات نداء، والنداء ده انا بوجهه مش ليا او لوحدي او ليك او لكل الناس اللي بتسمعنا، بل نفسي انه يوصل لكل حد من ابناء مصر. ويمكن انا القصيده كتبتها بعنوان نويت الرحيل، فيعني نويت الرحيل ممكن لو سمعت من بدايه الكلمات نويت الرحيل يعني انا همشي يعني هرحل، لكن لا انا المره دي مش ناوي الرحيل عشان امشي، انا ناوي الرحيل الى اي ان انا ادخل لمصر يعني. شايفين فريد شوقي كاسر مسافة كبيرة جدا جاي لنا من الإسكندرية، وكل والتحية خاصة طيبة لكل أهل الإسكندرية، وتحية خاصة طيبة لأهلنا في الجنوب وأهل الصعيدة وأهل الجنوب كلهم والشرق والإسكندرية والصعيد كلهم على رأسنا، ناس جدعان، ناس رجالة، ناس بجد عندهم مبدأ عظيم. طبعا احنا انا بحييهم تحية خاصة وطيبة. فريد شوقي بيقول ان هو بيحب وطنه جدا، بيحب اسم مصر جدا، فبيعمل من اجلها وبيجتهد من اجلها، وكمان بيكتب فيها الكلمات اللطيفة الكلمات الجميلة اللي تستحق فعلا مصر ان فريد شوقي يكتب فيها بشكل جميل. ويخلينا نسمع فريد شوقي في كلماته. هقول نويت الرحيل، نويت الرحيل إلى بلد الجميل، نويت الرحيل إلى بلد الجميل، هي أفضل أكيد هتفضل، هي أفضل من بلاد كتير، مصر هي أم الدنيا وشعبها شعب نبيل، أنا شفت خيرها في نهار وليلها وده أجمل ليل، ما تيلا بينا يا ولاد بلدنا نشد حيلنا ونعمر بلدنا، مصر هي أم الدنيا وشعبها شعب نبيل، ما تيلا بينا يا ولاد بلدنا نشد حيلنا ونعمر بلدنا وخيرها يزيد، مصر هي أم الدنيا وشعبها شعب نبيل، لو كانت في محنة هنشيلها إحنا وهنخليها أحلى البلاد أكيد، أنا شفت نيلها في نهار وليلها وده أجمل نيل، ويلا بينا يا ولاد بلدنا نشد حيلنا ونعمر بلدنا، مصر هي أم الدنيا وشعبها شعب نبيل. ما شاء يعني الله، مجرد كلمات بس بسيطة يعني لا تكفي الكلمات صراحة، مجرد بس عندي كتير منها يعني، قصدي إن في غير الكلمات غير دي كتير، بس يعني الفكرة كلها مهما كتبنا في حب مصر ومهما كتبنا لا يكفينا أو لا يكفينا كلمات كثيرة جدا في حبنا لمصر وفي يعني في عظم مصر في تاريخ في حاضر في واقع في مصر. بجد كل مصري لابد انه يفخر بجد ان هو في يوم من الايام كان ابن مصر،
ويعني يمكن اي حد بيقول غير كده، او اي حد سافر بره مهما كانت وصلت مكانته العلميه ومهما كانت وصلت ثقافته ومهما كان وصل علمه الخارجي، برضه في يوم من الايام بيحن لمصر وبيحب ان يرجع فيها ويعمل فيها حاجه يعني. بالفعل مصر وطن جميل وأرض عظيمة، العالم كله بيهاجر من وطنه لأن هو يجي مصر، لأن عارف إن مصر وطن عظيم، وطن بيستقبل كل الناس، وكمان حضارة وتاريخ ومجد عظيم جدا في مصر. وإحنا فعلا مهما إن اجتهدنا أو مهما صنعنا أو مهما كتبنا مش هنقدر نوفي حق مصر، لأن مصر أعظم مما نتخيل. وطبعا مصر كبيرة فوق إن إحنا نكتب عنها أو نوصفها، يعني ما شاء الله مصر ربنا ذكرها في القرآن، ومصر ما شاء الله عليها يعني أرض الوطن وأرض قلب كل واحد يتمنى إنه فعلا يكون وطني مصري. فطبعا ونشكر كل القائمين في مصر، ان هو اللي بيجتهدوا في مصر واللي بيبنوا في مصر واللي بيصنعوا في مصر، من مهندسين ومن دكاترة ومن صناع ومن طلاب علم، كله ان شاء الله ربنا يوفق الجميع. استاذ فريد، قولينا ايه اكتر حاجة اثرت في حياتك؟ والله هو يعني لو هتكلم عن حاجات، طبعا اكيد في حياتنا كلنا بتمر مواقف كتير جدا، وطبعا انا من وجهة نظري الخاصة قبل ما اقول لحضرتك الموقف اللي اثر في حياتي، المواقف هي اكتر حاجة بتبني الانسان. يعني المواقف هي اكتر حاجة بجد، الانسان مجرد مجموعة مواقف، والموقف ذاته اللي بيمر عليك في حياتك ان ما خدتش منه درس عملي او ما خدتش منه يعني درس الزمن اللي جاي في عمرك الباقي، اكيد بتفشل اكتر يعني. لكن الحياة مواقف، وكل موقف انت بتاخده وبتعتبره حتى لو كان موقف سلبي وكل الناس شايفه سلبي، لكن انت بتاخده ان تجربة وتعلمت منها، انا بشوف ان ده الموقف يعني نجاح يعني. الموقف اللي حصل لي يمكن هو مأساوي شوية، مأساوي مش على مستوى الحمد لله يعني، الحمد لله، لكن مأساوي على مستوى المادة يعني. كان حصل لي ظرف كده، ان انا بأمانة هتكلم معاك بكل، يمكن الكلام ده يمكن ما ينفعش ان اقوله كده مباشرة على الهواء، لكن هو بالفعل انا كنت شغال في تجارتي والحمد لله ناجح جدا، وكنت بظبط حالي على حاجات معينه والحمد لله التجاره كانت بتنجح معايا واحده لواحده وبتكبر بشكل الحمد لله كويس جدا، يمكن انا ما كنتش متوقعه. فجاه فجالي حد يعني ربنا يرحمه، هو توفي يعني هو كمان، ربنا بس يرحمه يا رب. ده كان جالي، ولكن هو طريقه ما كانش صح، الطريق تمام بتاعه ما كانش صح يعني، تمام الطريق بتاعه اللي هو بيشتغل فيه بيدخل شغل مش مظبوط او في حاجات مش مظبوطه. فهو عرض عليا الفكره، فطبعا يعني كنت متردد، فاقنعني بحاجات وانا اللي هبيع الشغل والى اخره، فما كنتش قابل الموضوع كديني وكنفسي، لكن هو قال لي انا هتكفل بكل شيء يعني، انا اللي هشتري لك وانا اللي هبيع لك وانا اللي هعمل كل حاجه يعني. فخسرت في الموضوع ده ما يزيد عن 400,000 جنيه. يا الله، مبلغ كبير جدا، مبلغ 400,000 جنيه، يعني انت بتتكلم في مبلغ كبير. دي حقيقه والله لا اكذب عليك، ويمكن يمكن انا الموضوع هو كان شال مني الحرمانيه خالص، هو كان متحملها كامله. الموضوع ما كانش في حرمانيه، كان في ان هو مدخل حاجه مثلا هو عارف ان هي، هو يمكن هو خدعني في بعض الحاجات ربنا يرحمه يعني، انا رغم ان هو خسرني خساره كلها انا بقول ربنا يرحمه، لكن اتعلمت من الموقف ده كام حاجه. اول حاجه انا عارف ان في حد انسان حواليه لغط، او انسان حواليه شغله فيه شبهه فيه شك، انا بنصح كل حد يبتعد عنه. وانا بنصح تاني حد اي يعني كل حد اكسب لو ربع جنيه حلال، لو يعني اي حاجه حلال صغيره خالص ربنا عز وجل بيبارك فيها وبتكبر وبتعمل. الحاجات اللي علمت فيها المواقف ديت، الموقف ده يعني اتعلمت منه ان ما تبصش للمكسب الكتير قد ما تبص تراعي ربنا عز وجل في كل كبيره وصغيره، حتى لو شايفها شبهه، حتى لو لقيت انسان بيغريك بالمكسب او بيقول لك تعالى انا هكسبك، قول له لا انا عاوز الحلال، انا عاوز الربع جنيه اللي انا بكسبه. ابني كل خطوه انت خدتها حطها قبل، يعني يمكن المواقف من الحاجات اللي علمتها في الموقف ده، ان انا قبل ما اخد اي قرار في حياتي لازم افكر فيه اكتر من مره، ولازم بكل ثبات ان انا مش مشكله هكسب كام ومش مشكله هخسر كام، لكن المشكله الخطوه دي لازم ادرسها صح كويس جدا قبل ما اخدها. تاني حاجه اتعلمت ان الطريق اللي لو انت مشيت فيه غلط وربنا رجعك منه حتى لو خسرت، اعرف ان ربنا عز وجل عايزك، اعرف ان ربنا رايد لك الخير، اعرف ان ربنا يريد لك ان انت تكون في 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 افضل من كده، ده مش طريقك، ده مش مجالك، ده مش حياتك ان انت تمشي غلط. فرغم الخساره دي كلها، لكن انا بحمد ربنا ان انا لقيت نفسي،
بحمد ربنا ان انا ما دخلتش على بيتي او على حد مال حرام، بحمد ربنا اني مالي اللي انا هبدا يعني اشتغل فيه من جديد او ان انا ابتدى اعمله من جديد خلاص عارف رايح فين وجاي منين. بحمد ربنا ان الموقف ده باين لي ناس كتير جدا جدا كويسه وقفت جنبي، وناس كتير جدا جدا وحشه واستغلتك واستغلت موقفك ده وكانت عاوزه تدوس عليك عشان تفشل ربما لاسباب كتير. فبحمد ربنا ان باين لكل الاشياء دي يعني. الحمد لله طبعا، واحنا عارفين ان في الشدائد تبرز الرجال، وفريد بيقول ان هو خسر حاجات كتير جدا ولكن اتجه للطريق اللي فعلا الطريق الصحيح اللي يبني نفسه من خلاله، طريق التجارة وطريق العلم وطريق ان هو يعتمد على نفسه. وكمان دي رسالة لكل الشباب، انك ما تيأس من اي ظرف ولا من اي مشكلة، قاوم وجازف وكافح علشان توصل، وان شاء الله باذن الله ربنا هيساعدك وهيدعمك وهيقف جنبك، وهتحقق كل اللي انت عايزه وهتحقق كل رغباتك، ولكن كل ما عليك الاجتهاد. ونرجع لفريد شوقي، عايزين نسمع الكلمات الجميلة والكلام اللي من ذهب، كاريزما الكلام العظيم في الشعر. هتسمعنا ايه؟ اسمعك ايه؟ طب هنقوله مثلا هقول لك كلمتين يمكن هما، لان كنا بنتكلم في الوطن وحب الوطن، هكلمك مثلا عن فكرة ان انا كراجل مصري بلوم على كل المصريين. لما اقول كلمة مصري، لما اقول كلمة مصري او كلمة مصر هقف عندها، يعني هقف عندها يعني مش هقول مصري صعيدي، مش هقول مصري فلاح، مش هقول مصري اسكندراني، مش هقول مصري كهراوي، مش هقول مصري ايا كان، مش هقول مصري شرقاوي او منوفي. الكلام ده المفروض انه يعني خلاص، ولا بالعكس عمر ما كان فيه يعني مينا واحد القطرين فبقينا بلد واحده. فما ينفعش النهارده ايا كان، انا مش هتكلم عن اشخاص او الوم على اشخاص، بس انا بتكلم في المجمل وفي العام كلنا كمصريين. لما اقول مصر يبقى لازم كلنا نقف لها احترام، لما اقول مصري لازم احترمه، لما اقول صعيدي او فلاح او اسكندراني او قهراوي او ايا كان هو مصري، هو مصري خلاص حقيقي الموضوع بالفعل. انتهى. فانا كتبت يعني اللي هو بتقول كلمات بمعنى بسيط جدا جدا. زمان وانا في حارتنا، زمان وانا في حارتنا اشتقت في يوم للمتنا، ومين يرفع رايتنا ويوحد في يوم كلمتنا، فقلت احكي حكايتنا وعرضت في يوم فكرتنا، فقلت احكي حكايتنا وعرضت في يوم فكرتنا، قالوا انتوا تبقوا مين؟ قلت لهم اسألوا الايام والسنين، مكتوب عنا في المتون اننا مصريون، مكتوب عنا في المتون اننا مصريون، وان شئت فاسأل عنا التاريخ وازداد، وان شئت فاسأل صلاح الدين، وان شئت فاسأل شبه جزيرتنا، واسأل عنا طور سينين. لنا في كل مجال رايح، ولنا في كل تاريخ روايه تحكي عنها الايام والسنين. يمكن هي القصيده هتكمل كتير بس انا هكتفي بهذا القدر يعني. توجيه طبعا انا بقول الكلمات ديت اللي هو احنا مصريين، كلنا مصريين تحت رايه واحده بجد. اسال عنا الايام والسنين، اسال عنا، هتلاقي لما كنا في اكتوبر ما كانش حد مفرق بين صعيدي ولا مصري اسكندراني ولا مصري عايش في المنوفيه ولا مصري شرقاوي ولا مصري عرباوي، ما كانش في تفريق بيننا، كلنا مصريين تحت رايه واحده. لما كنا في كل وقت وفي كل حين لما بنعمل وبنجتهد بنشتغل مع بعض ما بنفرقش. لو جينا نعد هنقول عندنا من الصعايده مجدي يعقوب، من عندنا من الصعايده عظماء، عندنا من كل بلد، مش هختص برضو الصعيد بس، الصعيد لها فضل كبير علينا، لكن مصر كلها يعني بص في كل مجال. ولما بقول في كلماتي ان لنا في كل مجال رايه، بالفعل ده حقيقه، مش رايه في مصر بس، لا انا ليا رايه في كل مكان بره مصر. تعال بص لكل اللي طوروا منظومه العالم كله، في كل مجال هتجد فيهم مصريين، لو مش كلهم مصريين بس هتلاقي فيهم الدكتور احمد زويل، الدكتور مجدي يعقوب، غيرهم كتير كتير. لو ظللنا نعد الاسماء مش هيكفينا اسماء، مش هيكفينا ان احنا، لكن يكفينا شرف واحد اسم مصر. فكلنا لنا في كل مجال راية، ولنا في كل زمان حكاية تحكي عنها الأيام والسنين.
بالفعل مصر وطن وكلنا ايد واحده، لا فرق بين صعيدي ولا فرق بين شرقاوي ولا فرق بين محلاوي ولا دقهلاوي ولا قاهراوي، بالعكس احنا كلنا ايد واحده، كلنا بنهب هبه رجل واحد في الصناعه كلنا مع بعض، في التجاره كلنا مع بعض، في الزراعه كلنا مع بعض، لا فرق بينا من صعيدي او غيره، كلنا بنهب في مصر هبه رجل واحد. وطبعا تحية خاصة وطيبة لكل أهلنا في الصعيد، وطبعا رجالة الصعيد وأهل الصعيد وكرم الصعيد، يعني الصعيد كرم عظيم جدا ما شاء الله، لمجرد أن أنت تمشي في شوارع الصعيد تلاقي أهل الكرم وتلاقي الواجبات وتلاقي الناس اللي هترحب معاك فعلا. رحت أسوان قبل كده، يعني حاجة من الحاجات الجميلة يعني، ومن الحاجات اللي بجد ما شاء الله، يعني اهل النوبه قابلونا ما شاء الله مقابله حاجه سعيده. انت سعد بجد، بالعكس ده فخر لينا ان احنا عندنا صعيد مصر يعني. ويمكن من غير ما اقطع عليك هكمل برضو حاجه تانية، اللي هي الاولى كان زمان وانا في حارتنا، دي بقى كان زمان وانا في الحاره، برضو من الكلمات اللي بتحث على الوحده الوطنيه واللي نفسي انها تحقق في مصر، يعني ان احنا كلنا يعني مصريين، مفيش فرق بيننا في اي حاجه، وبرده مفيش فرق بقى بين ده اصلا حزب كلها وهميات. انا شايف ان احنا كلنا مصريين تحت مسمى واحد، كلنا مصريين بجد، لازم نحب بعض حتى بطوائفنا المختلفه باشكالنا المختلفه، مسلم نصراني، كلنا واحد، كلنا فزمان وانا في الحاره كانت افكاري دواره، وكان نفسي اعرف الافكار المكاره اللي بتهدم في الاصاله، اصله ودي مصر المختاره، روضتني افكار كتير، اكون لمن اسير على خطى من اسير، قالوا لي جهاديه قلت ام العصبيه، قال الاخوان حياديه قلت انها جماعه عناديه، قالوا لي السلفيه قلت ليس في الاسلام حزبيه، قالوا لي خذ هديه قلت وما هذه الهديه، قالوا انها وحده وطنيه، انها وحدة وطنية، قلت صدقا إنها وحدة وفية، علموني الصلاة وعلموني القرآن بآياته الجلية، وعلموني الكلام بأساليبه الرقية، وفخري أني مصري، وفخري أني مصري، أنتمي إلى وحدة وطنية. ده حلم ليا ان نكون يعني كلنا عندنا ما شاء الله الوحده الوطنيه. وطبعا كان معانا في حلقتنا فريد شوقي طعيمه، كاتب وشاعر وصاحب شركه الفريد لمستحضرات التجميل. فريد ما شاء الله امتعنا بكلماته العظيمه وكاريزما الكلمات الشعر اللي من ذهب. طبعا انا بناشد الساده المسؤولين ان هم يهتموا بفريد وان هم يقفوا معاه ويساعدوه ويدعموه. وفريد نموذج عظيم ومشرف للشباب اللي فعلا اجتهدت وقامت على رجليها وسندت نفسها، وكمان عندها كاريزما جميله جدا في كتابه الشعر ومجال الشعر. وتحيه خاصه وطيبه لكل اهلنا في كل مكان، في مصر، في الصعيد، في الشرق، في الغرب. ان شاء الله باذن الله برنامجنا يدعم كل الموهوبين. تواصلوا معانا، شاركونا، اتصلوا بينا على الاتصالات، الارقام هتبقى ظاهره على التليفون ان شاء الله. اللي يرغب في الظهور على الشاشه يدعم موهبته يتكلم عن مجاله الفني. طبعا النهارده استاذ فريد امتعنا بكلماته العظيمه ومجاله العظيم، وبنشكرك يا استاذ فريد في حلقتنا، وربنا يوفقك دايما في مجالك. دمتم في رعايه الله وحفظه.